تشوش لي يا صاحبي. تشرف اليوم بانطلاق حملة التشجير الرسمية التي ستمتد من تاريخ 25 أكتوبر إلى غاية 21 من مارس 2024، حيث نحتفل اليوم باليوم الوطني للشجرة، والذي جاء هذا العام تحت شعار معا لنحافظ ونستعيد الأراضي الغابية. اليوم ركزنا على أن تكون عملية التشجير بمنطقة الزمان غابة الزرامنة، والتي تعتبر من المناطق المتضررة من الحرائق للسنوات السابقة، حيث سنركز على غرس الأصناف الغابية التي تحافظ وتطبع هوية هذه المنطقة، ألا وهي أصناف البلوط الفليني، الكاليتوس، والصنوبر الثمري، ليبلغ عدد الشجيرات المغروسة بإذن الله 1000 شجيرة. هذه أول مبادرة، أول مرة بدينا فيها، وبإذن الله ما راحش تحبس، راح تكمل، وإن شاء الله المرة الجاية بإمكانيات أكثر وتعداد بشري إن شاء الله من العمال أكبر إن شاء الله. نحن في كل سنة عندنا برنامج خاص بالتحضير لحملات التشجير على مستوى الولاية، والهدف منها هي خاصة زراعة غرس المناطق المحروقة التي مست الولاية في السنوات الماضية، ومن ضمن الأصناف التي كما نقول لك نعتمد عليها ونركز عليها هي الأصناف الغابية، وخاصة الصنف البلوط الفلين التي تمتاز به الولاية، ولاية سكيكده،